قضيه المراه اكو هنالك رجل واكو هنالك مراه واكو هنالك اختلاف في الاحكام ليش هذا الاختلاف في الاحكام طبعا مو كلامي في هذا هذا يحتاج الى بحث مستقل ليش هذا الاختلاف لماذا إرث المرأة نصف إرث الرجل؟ الجواب بكلمة في باب الميراث في أبواب أخرى، اكو هنالك اختلاف، ليش هذا الاختلاف؟ التشريعي. طبعا هذا مو كلامي، هذا بحث عرضي، الجواب بكلمة واحدة. شوي دققوا في هذه الكلمة انتو تقبلون اكو هنالك اختلاف تكويني بين الرجل والمرأة او ما تقبلون دعاة المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء تدرون مثل هذا شنو مثل فد دكتور يعطي لمرضاه كلهم نوع واحد من الادويه لقيمه المساواه وبمقادير موحده، مساواه. المساواه ربما تكون قيمه وربما تكون ضد القيمه، مو محل هذا، لان اكو اختلاف تكويني بين المرضى. المعلم يطي لتلاميذه كلهم نمرة واحدة درجة واحدة ليش؟ يقول مساواة أكو اختلاف تكويني بينهم كيف تعطيهم درجة واحدة في الامتحان المرضى أكو اختلاف تكويني بينهم كيف تعطيهم دواء واحد هذا ضد العدل المساواه مو مساويه لمفهوم العدل المساواه في بعض الاماكن ضد العدل سؤالنا هذا انتم تقبلون اكو اختلاف تكويني بين الرجل والمرأه او ما تقبلون شوفوا ما يقوله العلماء العلماء الجدد الاختلاف التكويني في نقاط كثيرة بين الرجل والمرأة حتى في حجم المخ يختلف هذا بحث علمي هذا مو بحث ديني اختلاف تكويني إذا قبلتم الاختلاف التكويني بين الرجل والمرأة فلا بد أن تقبلوا بالاختلاف التشريعي الاختلاف التكويني يتعقبه الاختلاف التشريعي قهرا